وخلال اليومين الماضيين قامت ام بي سي اكاديمي باستقبال عشرات المواهب السعوديه اللي حضروا الى مدينه العلا لاستعراض مواهبهم المختلفه، وحضر اكثر من 150 شخص لورش العمل والندوات اللي اقامتها الاكاديميه، وقدم 73 شخص منهم تجارب اداء، واعلنت ام بي سي اكاديمي عن فوز 18 موهبه سعوديه. يلا حيهم يلا حيهم. ينضم لنا عبر سكايب اثنين من الفائزين ال 18، مروج الامام من العلا وسعد الدوسري من الرياض. صباح الخير جميعا واهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا صباح الورد. هلا والله بالسعيد. يا هلا يا هلا والله. احنا على الهواء. احنا على الهواء بس. اسكت دغري دغري. طيب احنا على بالنا انتم كل واحد بصوب او في مكان ولا هذا واحد؟ اوكي طيب. في الرياض في الرياض في الرياض. سعد معانا من الرياض. ومروج، مروج تسمعينا يا مروج؟ اسمعكم. اهلا يا مروج، اهلا وسهلا. طبعا بارك لكم يعني الفوز وتستاهلون، وان شاء الله فالكم التوفيق. الله يبارك فيكم. سعد نبدا معك. سعد، متى قدمت على ام بي سي اكاديمي ومتى جاك القبول؟ اتكلم ولا انت؟ انا بتكلم، مالك شغل. سعد عرفني. كل مره تسالني اجاوب انا. طيب سعد عرفنا على اللي معاك. اوه انا مهاوش، اسمي مهاوش. زين. زوج هذه العجوز. انا الجده شيخه. ونعم واهلا وسهلا. قدمنا قبل اسبوع وجانا القبول. ممتاز، هل كنت متوقع انه يفوز يعني؟ والله هو مرة، لكن عاد فزنا فزنا الحمد لله. طيب ايش هي موهبتك يا سعد؟ هذه الموهبة كلمي سعد، انا جدة الجدة. طيب ابد بجاوب. موهبتها تقليد الاصوات، وعندها بعد ان الكاركترات هذه. اي هي كاركترات. نعم. عندنا بعد كرام بطني وتقديم اغاني وكل شيء. رجا رجا هلا. ممتاز. تعدد المواهب. طيب مروج رحب فيك من جديد. مروج كيف يعني حضرتي لتجارب الاداء؟ لو تعرفين على موهبتك اكثر، هل كنت متوقع الفوز؟ طبعا موهبتي بالالقاء. نعم. احب جدا اني اظهر بالاذاعه الصوتيه. نعم. تحضيري كان يعني اخذ مني يوم واحد فقط. حضرت البرنامج اللي ابغى اعرضه على لجنه التحكيم، وكانت تجربة جدا رائعة الصراحة. اي توقعت الفوز لاني كنت محضرة جدا يعني كويس. ممتاز. طيب بعد نجاحك ايش اللي قاعدة تخططينه الحين وتسوينه بعد هذا الفوز؟ ان شاء الله اني اطور من موهبتي اكثر، واكيد استفيد من التعليقات من لجنة التحكيم بحيث اني انا اصححها يعني، وان شاء الله باذن الله لين ما اصبح مذيعة بإذن الله. خلينا نرجع لمهاوش. مهاوش تسمعنا؟ سربته سربته، لا تنادونه. لا لا تكلمني. لا احنا لا 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 راح 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 يرجع راح. طيب احنا عندنا انا المشهور، انا اللي عجبتهم. هو احنا نقول وراء كل يعني رجل عظيم امرأة، يبدو لي انه انت يعني اللي خلف النجاح هذا. اي 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 انا انا انت امامه ولا خلفه؟ لا تقعدوا ولا اسكتوا ولا يسمعنا. عاد انا اشكر ام بي سي اكاديمي، ها، واشكر حق شو اسمه هيئه الترفيه، وان شاء الله بقدم شيء يليق باجابكم ان شاء الله. بعد شوفوا ذهبي ذهبي شوفوا. بعد النجاح يعني في افكار ان شاء الله قادمه بعد هذا النجاح؟ في مشاريع؟ والله في خاطري زيد مسلسل وزيد برامج ترفيهيه ومسرح. أنا أحب الكوميديا. كوميديا إن شاء الله. طيب بالنسبة لسعد، سعد نقدر نشوفك ولا صعب؟ لا دورك لا دورك، تعال 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 بسرعة بسرعة. يا هلا يا هلا يا سعد. يا مرحبا، السلام عليكم. هلا حبيبي. هلا هلا بنمرة. يا هلا والله غلا. يا هلا والله نورنا. حبينا نتسمع في الكاركتر على طول، انكم حاضرين جاهزين
والحمد لله رب العالمين. نبارك لك يا سعد هذا الفوز. الله يبارك في عمركم. ونتمنى لك دوام التوفيق. يا حبايبي يا حبايبي. الله يرضى عليكم، فخور جدا اني موجود معاكم صراحه. والله في هذه الشبكه العظيمه وهذه الجروب الرائع. قدمتوا شيء جميل اليوم حتى وتابعتكم من الصباح، كنت حريص على الامر هذا. والله احنا اكثر، وبرافو عليك يا سعد. سعد ان شاء الله بالنسبه للقادم كيف تشوف انه هذه يعني هذه المناسبه وهذا الفوز كيف قادر انه هو يساهم يعني خطوه للامام او اكثر من خطوه في تحقيق طموح سعد، الافكار اللي تمر في بال سعد، الاشياء اللي وده يشوفها على ارض الواقع من خلال يعني عمله. بالنسبه لنا عندنا صراحه في السعوديه نعم في كثير مواهب موجودين. تقليد الاصوات شيء مع كل شخص، يمكن اكثر مني، يمكن حتى اكثر مني، لكن حبيت اوظفها كبراند بهالشخصيه هالكاركترات الجده مع شويه تلميع من ناحيه المحتوى وتكون لطيفه ظريفه للمجتمع. ما كنت احاول احاكي الاطفال فقط، احاكي المجتمع كامل كبار وصغار. اجد بيئه خصبه لمثل هذا الشيء. اعتقد انه المجال المسرحي او المجال التلفزيوني سواء كان برامج تلفزيونيه او حتى مسلسلات او حتى قد يكون فيلم سيفي بالغرض، وهذه فرصه قدمت لعطبق الذهب، خاصه اذا كانت في اقوى شبكه تلفزيونيه وكان في رعايه كريمه للترفيه، هذا اكبر مكسب. فيعتبر الشيء اللي قدمته صراحه افتخر فيه طول حياتي. نعم. واحنا هذه معلش الجده حيوسه هنا شوي. ما ادش جاب عاد الفرحه والضم والاشياء هذه صارت اشغال ثانيه. طبعا عندي هذا شخصيتين كذلك. موهبه الفويس اوفر هذه الفكره برعايه صباح الخير يا عرب. الله. في اشغالات كثيره. فمن ضمن ايضا تقليد اصوات مثل والله شوف سعد يعني احنا بالعكس يعني ما نستغني عن هذا الصوت الجميل، ولكن مساله الاداء عند مروج. فمروج احنا تمنياتنا لك بالتوفيق في مشاريع قادمه ان شاء الله يعني على ارض الواقع غير الافكار والامنيات يا مروج. اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله حيكون لي برنامجي الخاص. نعم. بمساعده يعني طبعا صديقه لي. نعم. طيب شكرا لك يا مروج وتحيه لك يا سعد. اكيد نبارك يوم الله يحييك ويحييك يا رب يرضى عليك. شكرا لكم وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح يا رب. ومن جميل صراحه انه يعني يكون في فرصه للشباب للمواهب فعلا انه ينمونها ويكبرونها وتكون يعني قدام العالم كله هذه الموهبه ويقدرون يستفيدون منها طبعًا. بعدين ما تكون بس مواهب يعني مقتصره على نطاق ضيق صح؟ فعلا صحيح صحيح.